مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله تمام. اليوم راح نسوي مقلوبة القرنبيط والبروكولي. المواد المطلوبة كلش بسيطة، تمن نقعنا كوبين، وقرنبيط وبروكولي، معجون الزنجبيل والثوم، وهاي نص دجاجة سلقيتها بس فورة واحدة على مود الوغف يروح من عندها، وبصلايتين هي تحب هاي المقلوبة بصل هواية. هاي المواد المطلوبة. هسه بنبدي طريقة العمل. نقطع القرنبيط والبروكولي وننقعه نغسله وننقعه بالمي والخل، وبعدين ننشفه من المي وننشفه بالورق النشاف الكلينكس، ننشفه زين من المي. بعدين بقدر نخلي الزيت، نثرم البصل ناعم كلش ونقليه بالزيت، نقليه بحيث يصير يعني ذهبي أسود، يصير تقريبا. نخلي ورق الغار، كاري، كمون، فلفل أسود، كزبرة ناشفة، هذا الكاري كزبرة ناشفة وراها، وهيل وقرفة، يعني شنو البهارات اللي انتو تحبوها خلوها، ونقلبها للبصل. هاي فلفل أسود، وهاي الكزبرة الناشفة، وهاي القرفة، دارسين. دارسين خليت باودر وخليت هذا أعواد الدارسين، وهذا معجون الزنجبيل والثوم ما نستغني عنه، دائما نخليه بالأكل يعطي طعم كلش طيب. خاشوقة كبيرة يعني يخلص وأرجع أسوي من عندي هذا المعجون، ثوم وزنجبيل وزيت الزيتون، نقلبهم زين. انا نقلبهم زين الى ان يحمر البصل كلش. ننزل الدجاج، قطع الدجاج او صدر دجاج تردون، هنا قطع الدجاج بعد ما سلقتها سلقة على مود الوقف يروح من عندها. نقلبها زين الدجاج ويا البصل، تتنكه بهاي المواد. هاي حبات الهيل هم نضيفها، هنا نضيف عليها مي، تتغطى بالمي، تنسلق تماما الدجاجة. هاي نص دجاجة، نغطيه للقدر ونعوفه إلى أن تنسلق. هاي الدجاجة هنا على صفحة بطاوة أخرى، نخلي زيت غزير ونقلي القرنبيط والبروكولي، ونقلي على نار عالية لأن هو يمتص الدهن، فلازم كل شيء يمتص دهن نقليه على نار عالية. وطبعا مهما نشفته من المي ظل بيه مي، يعني قام يطفر، و هنا خلاص القليمة القرنبيط والبروكولي. هاي الدجاجة هم صارت،
هنا دجاجة ورا ما صارت شلت الجلد والعظم طلعته وقطعت اللحم. هذا المي السوب مال الدجاج هو والبهارات مالته والبصل. نخلي كم قطعة من القرنابيط والبروكولي حتى يتنكه بطعمهم التمن، مو كلها، كم قطعة، 3 4 قطع هيج. وبس لازم المي يفور هسه، هو هذا السوب يكون يفور يعني يغلي، هيك يغلي. يلا ننزل التمن، نزلنا التمن 2 كوب تمن. وهسه نغطيه بورق، ورق الزبدة العفو، ونكبسه. أول شي نخليه يغلي على نار عالية فدقيقتين 3، نخليه على نار عالية، وبعدين ننصي النار على أوطى شي، ننصيها حتى ينكبس. بس 2 دقيقة نخليه هنا، نصيت النار من 8 إلى 2 حتى يصير على راحته التمن. وهذا القرنابيط البقع، هاي الدجاج الفلسته، وهنا قالب، اي قالب عندكم، هذا قالب مال الكيك لان هو راح ادخله للفرن. اصفط قطع القرنابيط اللي جوه بالقالب، هنا صفطتها على شكل دائره تنملي، يعني التبسي القالب ينملي كله. هاي هنا ترسته، بعدين اخلي قطع الدجاج، اللحم الدجاج اللي شلت منه العظم، اخلي هاي الطبقة الثانية. هنا ورا ما صار التمن باعوا شلون صار، اخلي التمن فوق لحم الدجاج الطبقة هاي الثالثة. طبعا متنكه التمن بطعم القرنابيط، هاي اوراق الغار والدارسين كلها اطلعها، يعني البهارات الصحيحة. هاي التمن اخليه الرز وأكبسه بالخاشوقة. هاي كبستها كل الرز، وورعها راح ادخله الفرن، يعني دخلت الفرن 25 دقيقة بس بسرعة، هو كلها مستوية بس يصير قالب، ياخذ قالب. خليته على 190 25 دقيقة، وهنا صار جاهز. طلع شوية اتحمر وجه التمن، وهاي هنا مرتضى دي يقلبه، وهاي مقلوبة القرنابيط بالدجاج. وبعد تردون تخلون على وجهها صنوبر لوز، يعني محمص صنوبر، هذه هنا خليت صنوبر محمص على الوجه. وهاي أكلتنا لهذا اليوم، طبعا تستاهل واحد يجربها، القرنابيط مفيد وطيب، هو والبروكلي بيه فوائد.
وجربوها، وإن شاء الله جربوها وتعجبكم، وظلون تسووها وتاكلوها إن شاء الله بألف عافية. وهاي مرتضى يصفط الصنوبر. وهاي هي لسه حارة، وقدمناها إلكم. إن شاء الله تعجبكم، ولا تنسونا باللايك والاشتراك، ومع ألف سلامة.